الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع درس جديد إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن التكست والكتابة في الفوتوشوب. طبعا بوصل لزي إعداد الكتابة، بلاقي عندي حرف التي، بضغط عليه في التول أو أضغط تي من الكيبورد، وبعد كده بضغط في أي مكان في مساحة العمل بتاعي، بيظهر لي الخط اللي بيختفي وبيظهر. ده معناه كده إن أنا أبدأ بالكتابة. اكتب مثلا مصطفى مكرم، تمام كده انا كتبت التكست بتاعي. طب عايز اغير لونه، بتعامل معاه اكنه لير عادي خالص. بتعامل معاه اكنه لير عادي خالص عن طريق كنترول باك سبيس، بديله اللون اللي بيبقى موجود في ال background color، والت وباك سبيس في اللون الموجود في الفور جراوند كولر. انا مثلا عايزه بلون ابيض. طب انا عايز اغير الفونت بتاعي او اغير شكل الخط، برضو بختار التول بتاع الكتابة تاني، وبمسك بالماوس واسحب، بحدد الكتابة بتاعي وبفتح فوق هنا في الاوبشن تول بار. احنا قلنا ان الشريط اللي فوق ده شريط المهام بتاع اي تول بختارها، يعني بيتغير بما يناسب التول بتاعي. فعندي هنا في التول بتاع التكست بلاقي فيه اول اختيار، اول سهم ده بلاقي فيه اشكال الخطوط اللي انا ممكن استعملها، عربي او انجليزي، بختار اي شكل خط انا عايزه وليكن ده. وطبعا التاني خيار معايا بيتنشط لما بيبقى الخط فيه بولد او بيبقى، نجرب كده خط ده مثلا، بلاقي الخط ده بيقبل ان هو بينشط معايا، بقدر اعمله بولد، بقدر اعدل في الخط بتاعي زي ما انا عايز. والخيار ده بيتنشط حسب نوع الخط عندي اذا كان بيقبل او لا، يعني مش شرط الاقيه متنشط في كل الخطوط اللي انا بختارها. وبعد كده بلاقي عندي هنا ده حجم الخط بتاعي، اعمله 30، اعمله 60، اعمله 6. وطبعا مش هيفرق معايا ده لان في اداة انا بستخدمها اللي هي ترانسفورم، بقدر اكبر واصغر اي صورة، اي تكست، اي حاجة في ملف العمل بتاعي هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله. وطبعا بلاقي عندي شارب، في اختيار اسمه شارب وكريسبو وسترونج وسموث، ده حدود التكست بتاعي، يعني دي بتتغير. يعني لاحظوا معايا كده حدود التكست بتاعي بتتغير لما بختار اي حاجة فيهم. بخلي سموث كويس. يبقى انا كده عرفت ازاي اكتب تكست، ازاي اغير التكست. وطبعا عندي هنا دي امور المحاذاة، لما ببقى شغال اكتر من تكست مكتوب تحت بعضه. وهنا الاداتين دول اللي هي اكتب من اليمين او اكتب من الشمال. وعندي مربع الابيض ده لما بضغط عليه بيفتح لي الباليتة بتاع الالوان، بختار منها اللون اللي انا عايزه للتكست بتاعي. وبلاقي هنا حرف تي تحتيه سهم مع مقوس شوية، لما بضغط عليه بيفتح لي الورب تكست. ورب تكست دي بلاقي عندي اول حاجة اسمها ستايل، ستايل بختار منها اي شكل انا عايزه، يعني الارك مثلا بلاقيه بيلف لي الكتابة، وبقدر الف الكتابة على اي شكل انا عايز اعمله. وطبعا الهوريزونتال والفيرتيكال بقدر اعدل فيهم زي ما انا عايز، زي ما احنا شايفين كده بتعامل معاه بكل سهولة، مفيش اي حاجة صعبة. طبعا بتعامل مع الكتابة العربي والانجليش الاتنين سواء، بس عشان اكتب عربي في الفوتوشوب بختار النسخة فوتوشوب ام اي اللي هي المخصوصة للميدل ايست. بعد كده بلاقي جنبها في الاختيار ده مربع صغير اللي بيفتح لي البانل بتاع التكست اللي فيها كل الاوبشن اللي بتعامل معاها. طيب نشيل الورب، نقول له نن، نشيل ده. عايزين نكتب اكتر من تكست،
ده نكتب مثلا learn photoshop CS4 وليكن مثلا كفاية كده. أول حاجة بلاقيها عندي هنا، ساعات وأنا بكتب أرقام بلاقي التكست بتاعي وأنا شغال الإنجليش بيظهر بالعربي، وساعات وأنا شغال بالعربي بلاقيه بيظهر بالإنجليش. أنا لو عايزه إنجليش في البانل بتاعة الكتابة بلاقي هنا الاختيار، أنا عامله عربي بختار إنجليش يو اس ايه، بلاقيه اتغير معايا الرقم العربي بيتغير انجلش. طب في حاجة تانية، انا لو بكتب عربي وبعدين نشطت الخيار ده عملت اللغة عربي ولقيته برضو ما اتغيرش معايا، بفتح هنا كليك يمين بختار هندي، لان طبعا الارقام بتاعتنا اللي هي باللغة العربية هي اساسها ارقام هندية، فلما بغير هندي بلاقي الارقام بتتغير معايا للعربي، والديفولت طبعا بيقلبها لي انجلش. تمام. طيب قلنا ان ده حجم الخط، طبعا يا اما بختار من هنا حجم الخط يا اما بقف على الشكل بتاعه، الاقي ظهر لي ايد عليها سهم يمين وسهم شمال، لما بحرك يمين بقدر اكبر، بحرك شمال بقدر اصغر، وبرضو بتعامل مع كل البانل دي كده او كل الاختيارات دي كده. تاني اختيار دي المسافة ما بين السطور، بقدر احدد المسافة ما بين السطور زي ما انا عايز في شغل التكست، الاكتر من تكست تحت بعض، او في شغل الكتب المجلات الكلام ده بحتاج اوي الحكاية دي. وطبعا الاختيار ده ببعد المسافة ما بين الحروف زي اي تكست في اي برنامج بتعامل معاه بكل سهولة، ده بيعمل لي زي عملية مط كده، ده مط لفوق ده بيضغطولي الاختيار ده، التي تي بيقلب لي كل الحروف كابيتال، الاختيار ده بيعمل لي حروف كابيتال وحروف سمول. طبعا انا هسيبك انت تكتشف كل التول دي حسب احتياجك انت، بس هنتكلم عن حاجة تانية دلوقتي. افرض انا هشتغل مجلة والمجلة دي هشتغل فيها نظام اعمدة، بشتغلها ازاي؟ عندي هنا التكست، انا قلنا بضغط علشان اكتب، لا احنا هنعمل حاجة تانية، احنا هنضغط ونشد، هنعمل على شكل العمود اللي احنا عايزين نكتب فيه، والخط طبعا نختار اي خط احنا عايزينه وبنكتب اي حاجة. وبقدر اكتب اي حاجة، بلاقيه بعد ما بيخلص النهاية بتاعي عند حدود المربع ده بيكمل لوحده في المربع اللي انا حددتهولي، وبالتالي في الاخر بيطلع معايا بشكل عمود. وبعد كده بعلم كله، يا اما بعلم كده يا اما بضغط كنترول ايه من الكيبورد عشان يعمل لي سيلكت، وبفتح البانل بتاع الفوتوغرافي، بلاقي فيه بانل تانية اللي انا بحدد منها المحاذاة، في عندي اختيار هنا بيساوي لي كل الصفوف ببعضها، وبالتالي بيطلع في الاخر معايا بالشكل ده. طبعا انت لما بتيجي تشتغل بتحط الكتابات بتاعك انت بتلاقيها ظهرت معاك في الاخر على شكل عمود، وبالتالي اقدر اعمل ديزاين مجلة او ديزاين كتاب عادي جدا على الفوتوشوب. في ناس تقولك لا انا هستخدم الانديزاين، طبعا الانديزاين مخصص لده، بس مفيش مانع ان انا اقدر اعمل ده برضو على الفوتوشوب، وطبعا كل واحد بيشتغل بالبرنامج اللي يقدر يستريح عليه. في حاجة تانية هنتكلم عليها بخصوص التكست، وهي التصدير من البرامج التانية للفوتوشوب زي برنامج الكورل درو. عندي برنامج الكورل بقدر اكتب، يا اما اختار حرف ايه اضغط F8 من الكيبورد وبكتب اي حاجة كده، بعمل بولد، وبعد كده بعمل له حاجة من قائمة ارنج، بعمل له حاجة اسمها ويلد،
يعني الويلد دي عبارة عن ايه؟ اللي هي بخرجه من المود بتاع التكست، بقلبه كصورة علشان ما يعملش معايا مشاكل في التصدير، وبعد كده بعمله كنترول ايه وبصدره. مثلا نعمل ام، اخد بالي في حكاية التصدير ان انا بختاره بامتداد EBS، واقول له اكسبورت، واقول له اوكي. كده انا بصدر اي حاجة من الكورل بالطريقة دي، سواء انا عملت ستامبر، اي حاجة، عملت اي حاجة على الكورل بقدر اصدرها للفوتوشوب ان انا بعمل لها اكسبورت بامتداد EBS، وبروح على الفوتوشوب. طب بدخل ازاي على الكورل؟ الواحد هيقول لي نعمل اوبن، ادي الاوبن، بقول له الاي بي اس، هل هيطلع لي كده؟ اقول له لا، احنا هنعمل حاجة اسمها بليس، وبقول له اي بي اس. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ البليس بقدر بيعمل لي، شايفين التحديد ده، بقدر اكبر واصغر من غير ما يأثر على جودة الكلمة. يعني اول ما بضغط كده ما بيأثر، اول ما بضغط عليها انتر بيخرج من مود هو يبكسل او يحصل له اي حاجة، وطبعا بتعامل معاه عادي كأي لاير. بس في حاجة نزلت لي هنا، بلاقي اللاير شكلها غريب شوية دي، علشان اتعامل معاها لازم اتاك كريستلايز اللاير علشان اقدر اتعامل معاها بكل سهولة. بقدر اقفل هنا والون عادي خالص واتعامل. طب واحد هيقول لي هي دي افضل من ان انا اكتب على الفوتوشوب، هقول لك لا. ليه؟ انا مثلا لو شغال مجلة او شغال ديزاين كتاب او شغال حاجة فيها تكست كتير، وبعد كده طبعا طالما في تكست يبقى في تعديل، علشان اعدل او اعمل تعديل عن طريق ان انا كل شوية ارجع للكورل واصدر هتبقى صعبة قوي وهتاخد مني وقت كبير. انما هنا بعدل بس على التكست، بعدل اي حرف غلط، اي حاجة عايز ازودها، فبتعامل بكل سهولة. وفعلا اسلوب النقل من الكورل ده كان شغال اكتر مع الاصدارات القديمة، اصدار 7 و8 و9، انما في CS4 يعني التكست الى حد ما ظبطوه كتير اوي عن الاول، بقى جودته حلوة قوي وسهولته حلوة، وبيغنيني عن حتة البكسلة، لان ممكن في الكتابات اللي انا بنقلها دي انا لو جيت اكبر او اصغر ممكن تبكسل معايا بكل سهولة. انما لما بتبقى لير تكست، لان شايفين معايا الحدود ظهرت عملت ازاي، يعني الحدود بدأت تبكسل معايا. انما اللير التكست، نكتب اي تكست كده TEST، تكست كبرها شوية، ادي عندي تكست هنا، مهما بكبر وبصغر فيها ما بيحصلش معايا التشوهات اللي بتبقى موجودة في الحاجة المنقولة من الكورل، لانها هي اللاير تكست اللي بيبقى عليها اللاير عليها حرف التي، فبقدر اتعامل معاها بكل سهولة. هو ده الفرق ما بين الاتنين، وانا طبعا بفضل وبنصح كله يبدأ يشتغل التكست على الفوتوشوب. وبكده ان شاء الله احنا خلصنا درس التكست، واستنونا ان شاء الله مع الدروس التطبيقية. السلام عليكم ورحمة الله.